السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هشام عبد الحافظ، واليوم هنتكلم عن منتج مهم جدا من موني. وموني هي علامة تجارية صديقة للبيئة، أنشأها أب لبناته الثلاثة بناء على فكرة أثناء تربية الأطفال تحت شعار التربية السعيدة لأمي وأبي. هذا المنتج هو منتج صنع مع فكرة جعله سهل على الوالدين استخدامه، بحيث يمكن للوالدين قضاء المزيد من الوقت الممتع عند تربية الطفل. الشركة تفكر في صحة الطفل والوالدين تماما على حد سواء. الشركة تبذل قصاري جهدها لتصبح أفضل علامة تجارية لمنتجات رعاية الأطفال في العالم بشكل عملي، فالمنتجات هي التي تراعي صحة الأطفال وراحة الوالدين. هناك الكثير من عمليات تحضير الأغذية للأطفال، لذلك ابتكرت الشركة منتجا للمساعدة في تسهيل الأمر. فاسمحوا لي أن أقدم لكم جهاز طهي الطعام للأطفال السيراميكي الصديق للبيئة، والذي يسمح للأمهات باستخدامه ويمنح راحة للأطفال. هو يتكون من 3 أجزاء: صانع العصير، وطبق تقديم الطعام، وطبق التخزين. إذا تكلمنا عن طبق صنع العصير، هو مصنوع من أخدود دقيق لا توجد صعوبة في استخدامه، القليل من الضغط مطلوب عند الاستخدام. الصفيحة فولاذية تساعد على الطحن بنعومة شديدة وبأحجام صغيرة جدا، لذلك قم بتصفيته عند استخدامه. تقوم بتصفيته من هذه الفتحات ولا تخشى الخدش أو الكسر، لأنك ستجد هنا طبقة عازلة تحمي ال4 طبقات من الخدش أو الكسر. عندما تقوم بتصفية العصير تجد هنا هذا الطحن أو الهراسة، تقوم بالهرس جيدا بدون انزلاق. لا يوجد انزلاق لوجود هذه الطبقة من التجاعيد التي تمنع انزلاق الهراس، فقط يعطيك سهولة في هرس الفواكه أو الطعام. وهذا الطبق يمكن وضعه في الميكروويف بدون أن تخشى على الطعام أو عليه، فهو يمكن تخزينه لمرة واحدة، ونقصد هنا تخزين المنتج بأكمله. إذا قمت باستخدامه هنا فهو يتحمل درجات حرارة عالية، آمن من الهرمونات البيئية، راحة في الاستخدام مع الميكروويف وعند التطهير بالماء الساخن أو في غسالة الصحون، كل شيء هو متاح. بعد استخدامك له بالتسخين أو بدون تسخين تستطيع تفريغه في هذا الطبق لتقديم الطعام للطفل. هذا الطبق صغير مصنوع من الذرة، فهو آمن، لم يدخل فيه أي من الكيميائيات. تستطيع أن تحدد كمية الطعام التي تعطيها للطفل عن طريق هذا التدريج هنا، 50 ملي أو 100 ملي أو 150 ملي. يوجد 3 ألوان لتعطي الطفل راحة عندما ينظر إلى الطبق، يشعر بالتركيز مع الطعام، لا يلتفت، لا يشعر بالتشتيت، ألوان هادئة مريحة لعين الطفل. يوجد هنا أيضا هذا الحامل حتى لا يسكب الطعام، حتى يعطي توازن للطبق. نحن نعرف الأطفال. ثالث جزء هنا التخزين في الثلاجة، أيضا نجد هنا 3 ألوان، وهنا نجد هذا الطبق 148 ملم في 128 ملم في ارتفاع 43 ملم. يوجد هنا أيضا 6 أماكن لوضع الطعام لتحديد الكمية المناسبة لطفلك
لاستخدامها لعدة مرات. هذا الطبق أيضا من خلال هذه الثلاث ألوان تستطيع تحديد الوجبات المختلفة إذا كانت إفطار أو غداء أو عشاء كما تحب. لدينا هنا الثلاث منتجات: طبق العصير والهراسة وطبق الميكروويف والصحن الفولاذي والطبقة العازلة وأطباق تقديم الطعام للطفل والثلاثة أطباق الأخرى لتخزين الطعام في الثلاجة. هذا المنتج يراعي صحة طفلك، يحافظ على البيئة، لم يدخل فيه كيميائيات، هذا آمن، تستطيع استخدامه بسهولة مع الميكروويف، مع غسالة الأطباق، في التطهير سهل جدا، بعيدا عن وجود الخدوش أو إظهار البكتيريا أو الميكروبات عليه، لأنه مصنوع من الطين الأبيض. تعمل الشركة دائما على راحة طفلك، وتحاول دائما أن تطور من إنتاجها وتوسع من توزيعها حول العالم لتعطي هذه العلامة التجارية الثقة في التعامل مع الطفل. أرجو أن أكون قدمت لكم الآن أهم مميزات هذا المنتج، وأشكركم لحسن استماعكم، وأتمنى أن أكون قدمت لكم منتج مهم ومميز ويعتمد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.